مشاهدينا صباح الأمنيات الجميلة، ساعة ثانية من خلالها نستعرض الملف السياسي والملف الرياضي تحليلا لأخبار الشروق نت. رحب أستاذ إمام، أستاذ الإعلام وبجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا والكاتب والصحفي والمحلل السياسي، صباح الخير. صباح الخيرات لك ولرسيلتك ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه. نعم، بسم الله نبدأ مشاهدينا. وأستاذ إمام، واليوم اجتماع لجنة التنسيقية العليا، ومن المرتقب والمتوقع ينتظر الشعب السوداني خطاب الرئيس المعلن عنه. توقعاتك يعني مما يحمل خطاب الرئيس اليوم؟ أحسب أنه من الضروري الإشارة إلى أن هنالك كثير من الأمور والقضايا التي تحتاج إلى إلغاء بعض الإضاءات حولها، وأنسب شخص يلقي هذه الإضاءات عليها في هذا الظرف الحرج من تاريخ السودان سيد رئيس الجمهورية، فسيستقل سانحة اجتماعه باللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ويخاطب من خلالها الأمة السودانية. وأتوقع أن يحمل الخطاب في طياته العديد من البشريات المتعلقة بعزيمة الدولة والرئاسة فيما يتعلق بالحوار الوطني. ولما كان لب هذا الخطاب سيكون عن الحوار الوطني، يكون من البديهي توقعاتنا أن يحمل أيضا هذا الخطاب في ثناياه ممهدات هذا الحوار الوطني. وخير تمهيد لهذا الحوار الوطني هو تهيئة المناخ العام للمتحاورين من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم الذين حصلوا على أحكام، أي المحكومين بأحكام عرفية متعلقة بالجانب التظاهرات والمظاهرات والمواكب الاحتجاجية، حتى لا يكون هنالك دخل في وسط هؤلاء المتحاورين أن الرئاسة حقيقة تعنى عناية خاصة بأهمية هذا الحوار للوصول إلى توافق وطني حول العديد من القضايا، أهمها في رأيي الخاص مسألة متعلقة بالانتخابات، إذ أن الانتخابات كل المؤشرات تشير إلى أنه من الصعب إجراء هذه الانتخابات في ميقاتها الزمني المحدد، ألا وهو أبريل نيسان الحالي. هذا من الصعب، أبريل 2020، فمن الصعب خلال العام ونحن في حالة طوارئ تستمر 6 أشهر، وإذا لأي أسباب وحيثيات حدث أن ديزولف البرلمان، يعني حل المجلس الوطني البرلمان، يكون في إمكان الرئيس دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، فبالتالي كل الظروف المحيطة تجعل من قيام الانتخابات في 2020 من الأمور الصعبة والتي فيها قدر كبير من الإشكالات. يعني إجراء مبكرا؟ لا، أنا أقصد أن الانتخابات لن تقوم في رأيي الخاص. عدم قيام الانتخابات لابد من ملء هذا الفراغ الدستوري، لأن الرئاسة ينقضي أجلها الدستوري في 2020. فلذلك حتى أن الرئيس في خطابه الشهير يوم الجمعة 22 فبراير شباط الماضي أشار حتى بصورة واضحة لا لبس فيها ولا قمود أنه أرجع النظر، يعني طلب من البرلمان إرجاء النظر في التعديلات الدستورية، مما يعني أن هذا الأمر يتطلب أيضا توافق وطني وإجماع وطني للبحث عن هذا الفراغ الدستوري الذي سيحدث إن لم تتم الانتخابات في موعدها. الأمر الثاني أيضا المتوقع من هذا الخطاب هو مسألة الإصرار في
المضي قدما في الإصلاح المالي والإداري. وأحسب أيضا من الخطوات التي يمكن أن يشار إليها أن الدولة عازمة على محاربة الفساد بكل قواها، فلذلك يعطي هذا الجانب الجهات المعنية بمحاربة الفساد نوع من التفويض ونوع من الحماسة لأداء مهامهم في هذا الملف الحيوي الذي يترقبه كثير من السودانيين حدوثه بأعجل ما تيسر. ننتظر خطاب السيد رئيس الجمهورية، ولكن الآن نطالع في شبكة الشروق نت هذه الأخبار. كشف خلال لقاء مفتوح مع قيادات المرأة يوم الخميس بقاعة الصداقة عن أسباب وملابسات قرار الرئيس. نعم، يعني أحمد هارون رئيس المؤتمر الوطني المفوض في حديثه اللي في يوم المرأة ولقائه به، يعني لن تهزهم هذه العبارات، يعني كأنما يريد أن يوصل رسائل. نعم، البدء أراد أن يرسل رسالة تطحد اتهام لأن المؤتمر الوطني متهوم بأنه يرضع من سجي الدولة. نعم. كل هذه الإمكانات. نعم. التي جعلته يعني يتصدر خارطة الأحزاب السياسية في السودان، فلذلك استخدم عبارة الفطام. والفطام هنا يعني دليل على أن انقطع عنك المورد، فيريد أن يقول لهم هذا الأمر لا يزعجكم. الأمر الثاني أيضا أمر تصحيحي، أن الرئيس لم يتخلى عن المؤتمر الوطني. ما حدث أن الرئيس وعد في خطابه الشهير يوم الجمعة 22 فبراير الماضي أنه سيكون على مسافة واحدة من الأحزاب والقوى السياسية جميعا، كانه رئيس للكل. نعم، فلذلك فوض هذه صلاحيات رئيس الحزب إلى نائبه، لأن أحمد محمد هارون هو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، وهذه الشؤون التنظيمية تجعله بمثابة الرجل الثاني في قيادة الحزب كما كان من قبله الذين تسنموا هذا المنصب، إلا أن الرئيس أضفى لهذا المنصب إضافة لم تكن معهودة، ألا وهي التفويض الكامل بصلاحيات الرئيس، أي رئيس الحزب، لنائبه للشؤون التنظيمية. من هنا أراد في حملة لما يسمى ب raising the morale of his people، يعني رفع معنويات قاعدته، أراد أن يؤكد لهم أن الحزب ثابت ويستطيع أن يسير مساره الطبيعي دون أن تكون هنالك ثمة علاقة تربطه بالدولة، خاصة فيما يتعلق بشريان الحياة، ألا وهو هنا المال بالنسبة للأحزاب. فلذلك أراد تأكيد ما هو مؤكد في أن الحزب سيعمل جاهدا على العمل دون الاتكاء أو اللجوء إلى مصادر الدولة. تغلى خبر آخر أشواك. نعم، الشرطة تعلن وقوع إصابات بين مواطنين ونظاميين. أعلنت قوات الشرطة السودانية يوم الخميس وقوع إصابات بين أفرادها ومواطنين وقعت أثناء تجمهرات غير مشروعة بمناطق متفرقة بولاية الخرطوم. وألقت الشرطة القبض على من أسمتهم بمثيري الشغب ودونت بلاغات في مواجهتهم. أستاذ إمام، يعني في ظل فرض قانون الطوارئ على التجمهرات والمواكب التي قد تكون في مدن السودان المختلفة، قراءتك لهذا الخبر؟ قراءتي لهذا الخبر هذا ما يسمى بالبري سيشن، يعني هذا تقدمة لحدث يستعد له الطرفان، القوات
الأمنية من جهة والجمهور المتظاهرين من جهة أخرى، باعتبار أن هنالك حدث مرتقب يوم السبت أي غدا، فكل منهم يريد أن يختبر استعداداته لذاكم اليوم. فالقوات الأمنية في الفترات الأخيرة لم تكن يعني شديدة على المتظاهرين، إذا كان جاز هذا التعبير، بمعنى أنها لم تدخل معهم في تعارك ومطاردات، لكن يوم الخميس الماضي بالنسبة للقوات الأمنية في رأيي الخاص أنه يوم يحتاج أن يظهر قدرا من الحزم والشدة، ليس لذاك اليوم نفسه، لكن لكي يتبصر الذين يعتزمون القيام بتظاهرة يوم السبت أي غدا، لأن قانون الطوارئ أحد المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية تتعلق بمسألة التجمهر والتظاهر وكذا، فهذا الذي حدث. وللأسف كان هنالك عدد من الإصابات بين المواطنين المتظاهرين وبين أفراد الشرطة والقوات الأمنية الأخرى. والمأمول أيا كان الترتيبات الأمنية أن تكون الشرطة أيضا حريصة على حفظ الأمن والنظام غدا، دون أن تكون هنالك أضرار في الأرواح، خاصة حتى لا تفاقم الوضع الراهن. نعم، ننتقل إلى خبر آخر. حمزة، السودان وتشاد يتفقان على إنشاء مزيد من الآليات المشتركة. اتفق السودان وتشاد يوم الخميس على إنشاء مزيد من الآليات المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والعمل سويا لتحقيق الأمن والاستقرار بينهما. وهنأ رئيس الجمهورية عمر البشير. نعم، هنأ نظيره إدريس دبي على حسم المتمردين تماما في تشاد. أستاذ إمام، يعني نعم، زيارة دبي للخرطوم لها دلالات كثيرة جدا، خاصة أن السودان وتشاد لديهما قوات مشتركة لحفظ الأمن، وامتدت حتى لدارفور، والأمن اللي شهدته دارفور هو امتدادا لهذه العلاقات. نعم، أولا كانت زيارة الرئيس التشادي إدريس دبي زيارة خاطفة، وحسب ما أعلن عنها أنها لبحث القضايا المتعلقة، القضايا الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بأفريقيا وبمناطق الجوار، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وثمن كل من الرئيسين في بيانهما الذي صدر عقب الزيارة أنهما يثمنان تطور العلائق ما بين البلدين، وإشارة كانت واضحة من سيد رئيس الجمهورية السوداني من أن آلية القوات المشتركة السودانية التشادية كانت عاملا مهما في استتباب الأمن واستقرار الأوضاع بين البلدين، لا سيما وأنهم يشتركان في حدود متاخمة. إذا زرت غرب دارفور وصعدت في ربوة عالية تشاهد بالجانب الآخر بعض مدن تشاد. هذا القرب جعل من الضروري تنسيق الجهود ما بين البلدين في حفظ الأمن واستقرار الأوضاع. وأيضا حرص الرئيس أن يهنئ الرئيس التشادي إدريس دبي بانتصاراته على المتمردين، إذ أنه شهدت بلاده بعض المضاغطات لبعض المعارضين، ولكنه
تمكن من استتباب أو تمكن من إحداث قدر كبير من استتباب الأمن والاستقرار في تشاد. نعم أستاذ إمام، سريعا نعرج على الأخبار العربية والتطورات الأحداث في الجزائر وتنحي الرئيس بوتفليقة. نعم، أولا الجزائر، موضوع الجزائر موضوع متشابك وشائك لجملة أسباب، لأن الوضع هذا لم يحدث بين ليلة وأخرى، بل امتداد لمضاغطات مستمرة من بعض الشرائح الجزائرية، فتفاقم خلال الشهرين الأخيرين بالمطالبة بتنحي الرئيس بوتفليقة، خاصة وأن الرئيس حسب كثير من المصادر تؤكد أنه يعني في حالة صحية لا تجعله يستطيع من الإمساك بمقاليد أمور بلاده، وأن هنالك قوى تحكم بالإنابة عنه، فمما دعا هذه القوى على الضغط حتى يتنحى وتكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة لقيادة جزائرية جديدة. شكرا جزيلا أستاذ إمام محمد إمام، الكاتب والصحفي المحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، كثر خيرك. شكرا لكم.